بعد ما عارف حبيت على اسمع، انت حبيت تبوز واحد لا كيستيون، الحراس مسكين كانوا مش ملاح حباب ملاح، الاخر جوا ريسبوند وحبيت تزيد تكمل عليه هو الحرس. الحرس هذا هو الحرس. نتكلم على 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 قرار تاع المكتب الفيدرالي الاخير اللي يعني جرد لرابطه كره القدم المحترفه من صلاحيه حتى يعني تاجيل مباراه. وي سي فري، كي نقولوا قبل الحراش انتم اللي الانمي تاعكم اللي كان في فراجوني فات سيتي لا ليغ لي بروغراماتكم، وخلات الناس بيرتوربي كمان ما باش يلعبوا ولا ما يلعبوش مباراه مهمه وريس في فيها لابطا سي 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 كرف ما كنا قادرين نشوفوا يعني سقوط موتى في الخصال. والمفروض والمفروض المفروض اللي يبرمج عليك المباراه يعني بسيكولوجيكمون ما تدخلش في الماتش، يتحاسب المفروض دير 18 بوليسي والبوليسي ماشي غير اتحاد الحراش يتحاسب بوليسي مثلا كان في الجي وجا وابري في الجي الحمد لله جاو الحمد لله جاو اللي خرجكم من لاليكس مدوار، اللي خرجكم من الماتش هو مدوار، تحسبوا مدوار هذا هو اللي سيدي سيدي كي تولي لا ليغ اليوم لا ليغ هذه فاقده صلاحيات نشفى صافي صافي دو زاني بيتيت دو سا كنا سير ان بلاطو انا ومدوار تكلمنا كان فيس بريزون تاع قرباج وديميسيونا هو كيحوس على فيس بريزون كل حال وقعت ديميسيونيت واش قال لي بالحرف وغير كيما عاود سمعتها شوف يوتيوب سمعتها لا ليغ واش فيها قال لي ما فيها لا برمجه ما فيها لا حكام ما فيها لا ديسيبلين ما فيها لا والو قال لك هذه فاقده صلاحيات انا نديميسيوني بار برانسيب اليوم يجي اون طوك بريزيدون نحاولوا كل الصلاحيات على فوق دي قلبات وما كان يدار معاهم سيدي وقال لك قابل تحكم في يحمي البيرو فيدرال قعدت له البرمجه اللي قال نفد كاع قرارات نفد كل قرارات نفد الراي البيضاء راني خلوني بريزون لا ليغ برك انا قابل انا قابل عندك غير البرمجه عندنا سكان ديال المديريه في لافاف مديريه البرمجه ونجيب واحد نخسر عليه هنا 10 ولا 15 مليون ويدير البرمجه مليحه راح البيرو فيدرال قالوا ما عندكش الحق تاجل ماذا بقي لك يا مدور على راس الرابطه لا شيء لو شغل تكون ضرت كرامه شويه كرامه شويه برك فانت فاتت ديميسيون انت قابل كرامه مسؤوليه خير مسؤوليه خير رفيق سيت اهانه ليه يا محمد نبدا نجبد لك لي ستوري هذا سؤال تاعي برك هذا ما ضرت كرامه دخل ماشي مسؤوليه كرامه انا اون طونك ريسبونس اني بلاصو انا رئيس الرابطه نطلع البيرو فيدرال عندي كونفونسيون كاين اتفاقيه غير كيما مضاوها والفاف تتنازل عن صلاحيات تسيير البطوله للرابطه لا كونفونسيون هذه واش يشبخها واش يدير بها يدير بها واش يدير بها لا كونفونسيون تقول لك لا ليغ هي تجيري منهم هي البرمجه اقل شيء اضعف الايمان البرمجه تاع المباريات كي تكون عندك كونفونسيون ويطلع لك البيرو فيدرال يقول لك اسمع كي تجي اجل باش تعيط لي انت ابن قاصر انت ما عندك صلاحيات خسران يقول لك وتبقى وتبقى تقبل انك ينحي لك صلاحيات وتسكت وتقبل خسران يقول لك رفيق كي تكون رايح للرابطه روح بوينتي فلافاف وروح للرابطه لا جمال خليك ستاتي خليك ستاتي تاع بلي هذه يعني تابعه يعني لا ديسيزيون دي غايتي بريز اون طون كونت des conditions dans lesquelles on vit actuellement, je pense. Smahli, je حبوهما يكونوا اسوسي لا فيدراسيون سو اسوسي اون طونك توتيل باش ياخذوا الاجراءات اللازمه ابن القاسم دو كونسير ابن القاسم يعني باش ما يكونش مسؤوليه انا وي نستيقه ولا قالوا له بالك بصفه يعني انديريكت ما تاخذش المسؤوليه وحدك داكور مسؤوليه تقسمها الرابطه والفيدراليه مي دونك قال واش نديروا بالرابطه المشكله انا واش ما نفهمش المسؤولين هذو اللي من الفوق اللي عيطوا علاش يعيطوا للرابطه ما يعيطوش للفيدراليه شيخ هذه بدات نروح لحاج كمال رايه معليش رايه من فضلك رفيق رايه او قال لك علاش واش تصلح مال الرابطه هذه سؤال انت تجيبنا تجيب عليه الرابطه تصلح دوكا راهي غير في العقوبات غير تصلح برك تصلح في العقوبات ماشي ديالها ماشي ديال الديباط يا اخي غادي اسمعني ديبوندونس هما يقولوا لا لا مستقله تحيد التليفون طفيه وتقعد تجري وحدك عندك الحق انت بقى تقول لي مسؤول من فوق يعيط يقول لك غدوه تتعاقب ولا غير الشهر تلقاها هي ولا درت هذيك لاسومبلي تاعي
والتعية والتهضر وكذا. تليفوني ماشي. ما فهمتش أنا. أنا حبيت نقول أنا ما عيطوليش على باتشا. نفهموا من حقكم فوقني راح تجوز على هذا فهمنا وصرف الملعب هكذا. نفهمك ومعك ماشي دي سي دي هاي نعطيك أو يكلو خلاص خلاص نفهمك وش كاين. نعم. محمد هذه بدات من نهار ديكلاراسيون تاعو على لي دروات اللي حب تقول انه الاتحاد الجزائري لكره القدم حب يضعف ربما ضعف حاليا راهو ضعف ضعف رئيس الرابطه بهذه القرارات اللي خداهم محمد غالي الاستقاله محمد رفيق قال لك عطيني قال لك لو كان احنا هاد الناس علاش جاوا جاوا بور بور لو ديفلوبمون تاع الفوتبول صح ولا لا محمد هذا مدور نهار كان في جمعية شلف دار سي البرومي كيابخي الشامبيونا لي بروفيسيونيل كان يقول باللي دوما جوري بتاتر ان ريسبونسابيليتي ان بو بلوس ان بو بلوس راح نخدموا بور تطوير الكره هكذا باش نطبقوا القوانين من تتلحق لهذه لا سيتوياسيون سي كوم سي غدوا لونترينور يجي سي كمال الحاج كمال يعطي له لي 11 لونترو وراء واقف وزيد نقول لك انا شيخ نقول لك شيخ لا ديك في الديبي يقول لك انا درت كرام تقول لي كونجونكتور عيطوا له من الفوق انا بور ما لا لا عيطوا له من الفوق عطيت له الشرعيه لا وقت كان المشت على شونس هذا اللي كيديروا بيرو ديك يديروا قرار اقتراحات يروح البيرو الفيدرالي اللي يرفضهم له رفضوا له عده اقتراحات لا دي ما في حتى ثانيا ثانيا مؤخرا يديروا لي بريزون دو كلوب وهو اقترح عليهم يديروا الاحتجاج على التلفزيون العمومي صح. هو اقترح عليهم ماشي هما اقترحوا لا بروبوز تاع بدوار ومن بعد خرجوا دار لا ديكلاراسيون باسم النوادي طلعوه البيرو فيدراس قاو عليه قال ما زيدش تهضر انت على لي درو تي في ولا تيري لي زون في لا فيدراسيون عاود سكت عليها هضر على الريبور تاع تاع لا جوفي ماشي كان مصلحيته مصلحيته تاع لي درو تي في ماشي معنا اللي نتكلم معاه نتكلم معاه من صلاحيات لا فيدراسيون من دو فوتبول من صلاحيات جماليه وي يا كونفونسيون اونت لا تيليفيزيون اي لا سي با لا ليغ من صلاحياته اسمع من صلاحياته ومسؤوليته يدافع عن حقوق النوادي حتى اليوم حتى اليوم لا كونفونسيون لم يتم تجديدها بين التلفزيون ولا ليغ ولا لا فيديراسيون قلت علاش في صالح جمال علاش في صالح علاش البرمجه لا تلفزيون لا بور ترانسميت لي ماتش باش الناس تشوف نحاولوا الاجازه ثلاث حد اثنين ثلاثه اربعه ثلاثه لا ماشي غير لا سي ما كاينش حقو ما كاينش حقو الاجازه كان خاطر دي بروغرامي ماتش تاع الشهر الاجازه تحاولوا الاجازه تاع الوقت كان التلفزيون سي دي بريفي يلعب على 6 على ليبوك هو كان يمد الاجازات شو لا فات اسيار بي والحراش والقبه وبليده وي هو اللي كان يمد هو اللي يمد ما نحاهم له بيان كو ما كاينش عنده الحق يبلوكي الاجازات عباك واش قادوني في لا ليغ واش قادوا له يعني لي ديليغي برك لي ديليغي ماتش هذا واش عنده ولا لي ديليغي كما كان في مكان في مدور هل تبقى على راس الرابطه ولا تستقيل انا خاطيني وخاطي وادي سيدي العمر في مكان انت راك على مكان. انت اللي راك على راس رابطه كره القدم المغربيه يعني وك من كاع الصلاحيات هذو انا ندوز بان نزيد نجيب حقي والله ما انا ماذا داروا لي بريزيدون ما يدافع على لي بريزيدون ماذا بيا يوقفوا مع لي بريزيدون ويوقفوا ويرجعوا كاع البريزيدون ضربك في شلف كوتبي كوتي شوف كوتي في شنو شوف مصور اللي فات شوف هضروا لي المهم المسامح المسامح رفيق واحد حنا راسنا اسمع كل ضربوه تيراو عليه قالوا ربنا يغفر قالوا لا خليو يضرب هذاك لو جات هذاك اللي كوندوناب انا هذاك اللي يضرب يعني ينسيتي على فيولونس موفيز اكزومبل موفيز اكزومبل باش نبدو ونشجبو نديرو بريزون داليك نو مي انت حاج كما تكلم على ليسونس راح يعطينا انفورماسيون الحاج من بدايه الموسم لدوك لا ليسونس ما عطاوكمش في ديبي سيزون عطاونا شوفرينا عطاونا ودوكا في ماتش في لافاز روتور هذا اللي كيفري ما عطاوش اخبار عندنا تقول باللي عندك يعني بعد 23 جوله اتحاد حراش تحصل على اجازات اللاعبين اللي مازال ما تاهلوش انا مازال ما شفتهمش انا وين نقول في التلفزه انا مازال ما شفتش دير بيهم في ترو جورني ابري والله ما ندير واش دير بيهم واش دير بيهم واش تعملهم حتى ياكلوا الناس تجيب لهم اللحم ما كاش خلاص شبعوا الخبز حتى يعطيهم البوكس حتى كامل ما ديهمش واش ندير بيهم علاش تنينا 23 جوله انت علاش تنينا 23 جوله من فضلك رفيق علاش تسدي علاش تنينا 23 جوله باش عطينا الاجازه خلصتوا انا والله ما فهمت هذا رئيس الفيدراليه قال لك كوما روح ليه السلام عليكم واش راك باش تجي اكمليح تعبي تسخسيك عليه عنابه وانا لا على عنابه وانا لا جاوبك كمل من فضلك رفيق كمل بليزير فون قول له مسيو البريزيدون سيل فو بلاي قول لي واش كاين قول لي كاس سبيسيال نقول له ثاني دير لي كاس سبيسيال
هنا المشكل. هنا حبيت نفهم شو هذا القانون. هذه كاس بيسار حوس عليها في الديكسيونير اللي نقولها. دونك نحكي لكم حاجه انا ما فهمتش انا. بيسار قال لك شاك. انا كتجيب معليش كتجيب شاك. شاك فيه كاع الموطو واش غادي يسالوا لك. ما يسالفيك راه شاك. خلاص شاك يديه واحد. خلاص ما عندكوش ما تقوليش سير فيه في وسري. تشكي بيا تغلق لي الكونت وخد الدنيا الحبس بعدك الشاك. خلي عندك اعطيني ليسونس انا تخليني وي سيت ماتش ما تعطيش عادة فهمني هذا اللاعبين هذو باش تخلص فيهم انت تخلص بيزل خالصين نو مي واش قال لك محمد دوكا بري 23 جون لي شامبيونا يعطيوك لي ليسونس في بلان ريغلومونتير جمال في بلان ريغلومونتير تما هذا عندهم الحق باش داو لي ليسونس دوكا صافي حاج كامل حاج كامل ولا كان يروحوا لشيف اللاعبين هذو باش يدرهم اكزاكتومون هاوش حبيت نعرف اسمع محمد كان ديون تاع تاع الاتحاد الحر واش قال جمال باسكو والله العظيم ابري 23 جون اون تو دي ليسونس سي سوبلان على فيفا اكزاكتومون صافي ديروا عندكم الحق خويك علاش روحوا معنا ليكيف ما جاب لنا محمد الشيخ ما نديو لي فري فلوكوم الشيخ صفحه اشهريه ونعود لكم مشاهدينا الكرام لمتابعه برنامج ضربه في البرنامج